إذا قيل لك ما أعظم ألفاظ الدعاء التي يدعو بها العبد ربه فقل هو كل ما يتعلق بالتوحيد. والدليل أن موسى لما قال يا ربي علمني دعاء أدعوك وأذكرك به، فماذا قال جل وعلا؟ قال قل لا إله إلا الله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي أفضل الدعاء الحمد لله.